طيب بسم الله، اختراع بقى حاجة اسمها ايه؟ اسمها نت فلو. نت فلو دي عبارة عن فيتشر موجودة في الراوترات بتاعة سيسكو، مش موجودة في السويتش. ها، بتقدر تراقب بيها الترافيك بتاع النتورك. احنا في السيسلوج كانت ايه اللوجات اللي بتجيلي؟ اكتيفيتيز معينة بتحصل على الراوترات، راوتر انترفيس وقع، مش عارف بروتوكول شاف نيبور ليه، وهكذا. لكن انت ما عندكش اي فكرة عن الداتا اللي عمالة تتبعت ما بين الراوترات وبعضها، نوعها ايه، مين اكتر واحد بيبعت ومين اكتر واحد بيستقبل وهكذا. يعني انت مثلا لو عندك شبكة وفي راوتر، والراوتر ده كونكتد بالانترنت، وعندك 100 جهاز جوه الشركة، عايز انت بقى ريبورت يتعمل عن اي ترافيك بيدخل شبكتك جاي من بره جاي داخل شبكتك او العكس. الريبورت ده ممكن يبقى فيه ايه بقى؟ توب ليسنرز، اكتر ناس بتلسن للانترنت مثلا، فده يعني كانه توب داونلودر، يعني اكتر حد بيعمل داونلود، او ريبورت بالداونلود اللي حصل من كل واحد. توب توكرز يقصد بيها توب ايه؟ ها، توب ابلودرز، اكتر ناس بتعمل ابلود. توب فيزيتد، يعني من الاخر احنا عايزين حاجه يبقى عندها نسخه كامله من اي ترافيك طلع او دخل النتورك بتاعتنا، ويبدا يعمل لها تحليل ويطلع لك ايه؟ ريبورت. الريبورت ده بقى فيه التوب ليسنر والتوب توكر. توب فيزيتد ويب سايتس، اكتر ويب سايتس الناس بتزورها وبتفتحها. موست يوزد ابلكيشن، اكتر بروتوكول تم استخدامه، هل انت اكتر بتفتح ايميلات وحاجات من دي، ولا اتش تي تي بي، ولا اف تي بي، ولا تيلنت، ولا اس اس اتش، ولا ايه بالظبط؟ فانت عايز حاجه تعمل لك الريبورت ده. فمحتاجين بروتوكول هنشوفه اسمه نت فلو، بقدر من خلاله ان يكون عندي سيرفر بيسموه ايه السيرفر ده؟ كوليكتور، ده بتتجمع فيه بيانات كل الترافيك اللي طلع او دخل للنتورك بتاعتي، وببدا من خلاله، من خلال الابلكيشن بقى نازل على الكوليكتور ده، يبدا يحلل لك هذا الترافيك ويطلع لك الريبورت اللي فيه ايه؟ اللي فيه البيانات ديت، عشان تبقى عارف ايه اللي داخل وايه اللي طالع، ومين اكتر واحد يعمل ابلود وداونلود وهكذا. طبعا انت ممكن تعمل الكلام ده لو انت عندك فايرول، فايرول ممكن تعرف الكلام ده منه، لان كده كده الترافيك بيعدي عليه. لا، ده هنا بقى هيبقى ابلكيشن متخصص لجهاز معاك في الشبكه. يعني خليني بقى اوريك لاب مثلا. نبدا بلاب على الباكت تريسر. ماي نيكس. طب ثانيه شويه، بس الامتحان بقى بيجي يقف ثاني على الابلكيشنز دي كلها، ده ولا دي ولا دي ولا دي؟ كل المواضيع اللي انا حاططها في الترابل شوتنج، لان انا حاسس ان هي دي مكانها في الترابل شوتنج. في مواضيع كتير من اللي انا بدرسها دي، من اللي احنا بنشرحها ديت، مكانها مش في الترابل شوتنج. مكانها دي مكانها، يعني مثلا اوس ساي موديل، ده مكانه مع الراوتنج. السي دي بي مش تحس ان هو شغل ترابل شوتنج اكتر؟ السي دي بي بتستكشف الشبكه بتاعتك وتعرف بيانات الاجهزه، والال ال دي بي نفس الكلام، هتلاقي مكانه مش في الترابل شوتنج برضه. دي تجميع انا اللي عاملها، ده كوكتيل. مفترض بقى امتحان الترابل شوتنج ده تمسك ايه بقى؟ لا، المفترض المنهج نفسه، كل بروتوكول من اللي احنا درسناهم، اوس بي اف ترابل شوتنج بتاعه، الريب ترابل شوتنج بتاعه، لوس الاي اي جي ار بي بالترابل شوتنج بتاعه، الاس تي بي بالترابل شوتنج بتاعه، الفي تي بي، مش كل ده احنا اصلا مع كل موضوع درسناه اخذنا، يعني احنا مع انتهاء الراوتنج والسوشيال اللي احنا خدناه، احنا مخلصين جزء كبير من الترابل شوتنج. قمت انا جاي بقى مجمع المواضيع دي كلها هنا، وبعدين هو بقى في الامتحان بيجيب لك حاجه اسمها تيكتس. احنا قلنا في اول محاضره شكل الامتحان بيجيب لك تيكتس، لا في مشكله، لا في مشكله، وانت تقعد تدور على المشكله. انما انت لو هتتكلم على المنهج الرسمي بتاع التي شوت، في ناس لما بتيجي تعمل فيديوهات لكورس التي شوت ده ما بيشرحش حاجه غير ان هو ايه، يجيب التيكتس ويحلها بس كده، هو ده الشرح بتاع الكورس. هو تقريبا ما نزلوش على النت من فتره، هتلاقي مهندس معاذ الزهراوي اللي هو عامل داتا سنتر انت سمعت عليه، عامل تي شوت. هتلاقي بقى احنا لسه هناخد شغلة كوماندات في الترابل شوتنج، شوهات، مش عارف ايه، ازاي تراقب، وفي جزء اللي هو سيسكو ديفايسز ده هنشرحه كده كده مع السكيورتي، ازاي تترابل شوت اي مشاكل في الاي او اس بقى، مشاكل في الكونفجريشن، تباك اب باستمرار، نسيت الباسورد، ده كله يعتبر شغل ترابل شوت. انت لو دخلت هنا على الكتاب بتاع الترابل شوتنج، فين انا حاطط هنا في كتاب اللي فات؟ لا، ده
هنا مش حاطين الماتيريال كلها. انت لو دخلت على الكتاب هتلاقي ايه كل بروتوكول من اللي احنا درسناهم بالترابل شوتينج بتاعه. تمام. نرجع تاني هنا للنت فلو. اللاب بقى اللي عايز اوريه لك في لاب انا عملت له كونفيجريشن. ايوه تخيل معايا ان الراوتر ده هو اللي بيربطني بالانترنت مثلا. انا عامل هنا مين اف 0 على 0. طيب تخيل معايا ده الانترنت، او مثلا لا دي الشبكه بتاعتي والناحيه الثانيه الكلكعه دي كلها كده انترنت ايا كان يعني. المهم دلوقتي الراوتر ده اي حاجه هتدخل له او حاجه هتطلع منه انا عايز ده يبقى عنده معلوميه بيها، وهو ده اللي هيعمل ريبورت ويحلل كل حاجه. ايه ده يعني انت عايز نسخه من الداتا اللي داخله او طالعه من الانترفيس ده مثلا، او داخله او طالعه من الانترفيس ده، تتبعت لمين؟ تتبعت لده. فبنيجي على الراوتر ده نشغل بروتوكول النت فلو بس از ايه كلاينت، ده هيبقى الايجنت بتاعنا. بعمل ايه بقى؟ باجي على ده اخش على الانترفيس اللي هيدخل منه الداتا وهتطلع منه الداتا، هتدخل له الداتا وتطلع منه. هنا بقى بيسموا ايه؟ داتا الان بيسموها انجريس، الاوت بيسموها اجريس. اتفضل. الداتا اللي داخله الانترفيس بيسموها انجريس واللي طالعه بيسموها اجريس. فبص بقى الكونفيجريشن بعمل ايه؟ ادخل على الانترفيس اللي انا عايز اراقب اي حاجه داخله له او طالعه منه، واقول له بقول لك ايه اي بي فلو اجريس اي بي فلو انجريس. تمام. ده بيعمل ايه؟ بيخلي الراوتر يكاش عنده في الميموري بتاعته في الرامات بيانات الترافيك اللي دخل او طالع منه. وتقدر انت تيجي على الراوتر ده تقول له شو اي بي كاش فلو. تمام. يوريك بياناته، بس بيبقى معروض هنا بطريقه سيئه جدا. لا انا عايز ايه بقى؟ انا عايز الحاجه اللي هو عمل لها كاش هنا يتبعت اول باول نسخه منها لمين؟ لسيرفر ما. السيرفر ما ده هيبقى عليه ابلكيشن، الابلكيشن ده بقى هو اللي هيعمل لي ريبورت محترم بالحاجات اللي احنا قلنا عليها. طيب اذا انت عايز نسخه من الحاجه اللي متكيشه هنا تتبعت، يبقى محتاج بروتوكول. فاخترعوا بروتوكول اسمه ايه؟ نت فلو. البروتوكول ده بيشتغل يو دي بي مش تي سي بي، يعني مش هيحتاج يفتح سيشن. بعرفه الاي بي بتاع النت فلو ايه؟ كوليكتور، اللي هو هيبقى الجهاز اللي نازل عليه الابلكيشن اللي هيعمل لنا هذا الايه؟ الريبورت. طب فباجي هنا اقول له ايه؟ الله يكرمك انا عايزك تاكسبورت كل الحاجه اللي انت عملت لها ايه؟ كاش، ابعت نسخه منها ل 192.168 كام؟ 102. المفترض ده بقى يبقى عليه ابلكيشن محترم هو اللي يقوم بالمهمه ديت. البورت نمبر كام؟ هو والله البروتوكول ده يو دي بي، البورت نمبر بتاعه انت اللي بتحدده بمزاجه، بس في بمزاجك، بس في شويه بورتات مشهوره كده من ضمن البورتات 3.9.6. تمام كده. فده البورت اللي هو ايه اللي السيرفر انت ممكن لما تسطب الابلكيشن بتاعك هنا تحط فيه رقم البورت اللي ايه اللي على مزاجك، وتروح تكونفيجر الرقم ده على ايه؟ على الفتحه اللي انت او على الراوتر اللي هيبعت نسخه منها. فانا هنا على ده متظبط على 3.9.6. البروتوكول ده بقى في منه فيرجنز، اشهر تو فيرجنز ده اول ما ظهر كده في النور يعني بدا بفيرجن 5. واضح ان كان في فيرجنز قبل كده بس ما كانتش ظاهره لنا اول. لا مش فشلت البروتوكولات دي، اصل البروتوكول زي كده انا ممكن استخدمه للتجسس. ممكن كانت حاجات الجيش حاجات بقى مالناش دعوه، وبعدين بداوا يسيبوا لي الناس يستخدموا. فاول ما ظهر ظهر بفيرجن كام؟ فيرجن. ممكن استخدمه في التجسس ازاي؟ مش نسخه من كل اللي داخل واللي طالع هنا بتجيلي. طيب ما انا كده هعرف بيانات اي ترافيك داخل او طالع من الراوتر ده. طيب فبقول له ايه؟ هنا النت فلو كولكتور الابلكيشن اللي نازل هنا اللي هنشوفه دلوقتي شغال بفيرجن كام؟ فيرجن 9. فانا بقول له اي بي فلو اكسبورت فيرجن 9. يعني الله يكرمك شغل هنا النت فلو فيرجن 9 وابعت نسخه بفيرجن 9، جهز النسخه الكاش ده عندك بفيرجن 9 ابعتها للجهاز ده بالبورت نمبر ده. ادي الكونفيجريشن. مفترض بقى دلوقتي عايزين احنا نتيست الكلام ده، اي حاجه تدخل او تطلع من اف كام؟ اف 0 على 0، هيتبعت نسخه منها ببياناتها لده.
ده بقى اعرف ازاي فيه. خش عليه في سيرفيسز هتلاقي هنا حضرتك، لا مش في سيرفيسز، ديسكتوب نت فلويها كولكتور، يظهر لك هنا بيانات الترافيك اللي دخل او طلع من الانترفيس اللي هو كام اف 0 على 0. طب مفيش حاجه لحد دلوقتي، احنا عايزين بقى اي حاجه تظهر. تعالى يا عم بنج من 3 1 على كام؟ على 4 1. البنج اشتغل دلوقتي، ده بقى المفترض يجي يجي، بس هو بيجي اهو بيقول لك ايه، في ترافيك ده ايه ده 100%، ما هو فيش غيره اصلا يعني. الاي سي ام بي وفين؟ بيقول لك في ترافيك جاي من 3 1 يروح لمين؟ ل 4 1 داخل انجريس للانترفيس اللي هو ايه؟ اف 0 على 0. رقم البروتوكول فاكرين رقم الاي سي ام بي كان كام؟ كان 1. ماسك ماسك ماسك، البايتس اللي دخلت قد ايه؟ كان رايح ل 4 1، طلع من الانترفيس اف 0 على 0. عدد الباكتس اللي دخلت دي كام؟ 4. والكلام ده حصل امتى بالظبط؟ وهكذا. تمام، ريبورت بقى بيطلع لك لاي نوع ترافيك. تعالى مثلا ايه الجهاز ده اللي هو 1100 اشغله اتش تي تي بي، اتش تي تي بي شغال اتش تي بي، هاجي من هنا من 3 1 افتح 1100، فهاجي هنا كده افتح 192.168.1.100 فتح معايا. الدنيا بقى هنا ايه اختلفت، في انواع مختلفة، واضح ان ده اللي هو الاصفر. الاصفر ده ايه؟ ده 4 1 بينج، هو ده 1100. هو تقريبا نزل 1100 80 طالع ب 125 1025 رايح ل 1100. بص النكست هوب قال لك ايه كمان، ده النكست هوب بتاعي 8 كام يعني، وهو طالع من ده، طالع من اف 1 على 1 راح ل 8 2. تمام، البروتوكول هنا 6 لان ده شغال ايه، تي سي تي سي بي، تي سي بي 6 واليو دي بي 17. ولا ده البيزمان؟ ايه ده؟ الستة ده كان الهكسا ولا البيزمان؟ الستة الستة في الهكسا كتب 0 اكس. تمام؟ ده بيجيب لك كمان التايب اوف سيرفيس اللي هي فاكرين بنستخدمها عشان تحدد اولوية بريورتي، رقم بيبدأ من 0 ل 7، قلنا السبعة ده للسويتشنج بروتوكول والستة للراوتنج بروتوكول، الخانة اللي كان بيحطها اي بي فيرجن 4. لو جبت تفاصيل الباكت كلها، تفاصيل كل حاجه وطلعت امتى ودخلت امتى وهكذا، عشان تعرف تبني ريبورت محترم، وده بقى يبدا يبني ايه، يبني الريبورت. تعالى كده نرجع للاجنده. شفنا فكره اهو عن النت، هوريه لكم على الجي ان اس 3 دلوقتي، كوليكتور والاكسبورتر اللي بيطلع نسخه من الترافيك اللي دخل او طلع من الترافيك عشان بيسموه اكسبورتر. ده اللي هو الراوتر اللي احنا عملناه، الراوتر اللي هو هيبقى ده، ده كده الاكسبورتر او الكلاينت. التاني اسمه كوليكتور. في عندنا فيرجن كام؟ فيرجن 5 وفيرجن 9. بيشتغل ايه؟ يو دي بي. هو ملوش بورت محدد، بس من اشهر البورتات اللي بتلاقيها متظبطه على الابلكيشنز باي ديفولت شويه البورتات ديت. يعني في ابلكيشن انا هسطبه كمان شويه هتلاقي البورت بتاعه تقريبا 2000 اللي هو 2055 ده. على الباكت تريسر الكوليكتور اللي هو عامله لك هنا باي ديفولت ده شغال على البورت اللي هو 3 تسعات ايه 6 وفيرجن 9. تمام، فدي معلومه انا عارفها عشان كده وانا بكونفيجر ده ظبطته على فيرجن 9 بالبورت نمبر ده. تمام كده. طيب السورس بورت بقى دايما بيبقى ايه؟ دايما بيبقى 0 لان الابلكيشن ده وان واي اتجاه واحد، الاكسبورتر بيبعت لايه؟
الكل، فمش محتاج ان انا احط سورس بورت كده كده، مفيش رد هيجيلي، مفيش حاجه هتجيلي باي حاجه، فخلاص خليه زيرو خلاص. من ضمن الحاجات اللي معروفه بيقول لك بيسموها 7 كيز، دي لازم تبقى انكلودد جوه اي معلومه هتتبعت عن الترافيك. سورس اي بي، ديستنيشن اي بي، سورس بورت، ديستنيشن بورت، اللير 3 بروتوكول، اي تي سي بي ولا يو دي بي ولا اي سي ام بي ولا ايه بالظبط، شفناها دي مره كانت واحد ومره كانت 6، تايب اوف سيرفيس ودي برده شفناها، وده من انهي ايه، من انهي انترفيس بالظبط. دي حاجات اساسيه لازم تبقى موجوده، الحاجات الثانيه بقى ممكن تبقى ايه اوبشنال. يعني النت فلو كوليكتور ابلكيشنز احنا شفنا على الباكت تريسر، لكن في الحقيقه بقى امثله على ابلكيشن ممكن يجي لها الترافيك وتعمل له ريبورت. عندك سولار ويند ريل تايم نت فلو انالايزر، ده بيشتغل فيرجن كام؟ 5. يو دي بي البورت نمبر 2055، ده فري بس ليميتد، يعني ما فيهوش كل الفيتشرز. لو عايز بقى كل الفيتشرز تفتح معاك يبقى تشتري النسخه اللي بفلوس. احنا عندنا 2 فيرجنز ظهروا من نت فلو، 5 و9 تمام. طيب باند ويدث انالايزر باك، البي ار تي جي اللي احنا شفناه مع الاس ام بي بيقدر يشتغل، بيقدر يشتغل اس ام بي مانجر، ويقدر يشتغل كمان ايه نت فلو كوليكتور ويستقبل الايه، وتقدر كمان وانت بتكونفيجر البي ار تي جي عايزه فيرجن 5 ماشي، عايزه فيرجن 9 ماشي، والبورت عليه باي ديفولت 2000 كام؟ 56. عايز تعدل فيه وتعدله على الـ على الاكسبورتر اللي هو الراوتر ماشي. عندك واحد كمان اسمه بي ار تي جي ترافيك جريفر. اي سؤال لحد دلوقتي؟ ده بالنسبه للابلكيشنز اللي ممكن تشتغل، هنشوف احنا واحد منهم دلوقتي ونتفرج عليه. الكل اكسبورتر بقى مفترض انت تعمل الكونفيجريشن على الباكت تريسر، اعمله فيرجن 9 يو دي بي على الجي ان اس 3. انا اوريدي هنا في لاب انا عامله، بس انا بقى مش هقفل اللاب ده وافتحه عشان ما نعملش موضوع الايدل تاني. انا هحط الكونفيجريشن بتاعي النت فلو، هو نفس اللاب المفترض هنا ماي لابس. هبصوا كده ركزوا معايا، انا هاخد الكوماندات دي كوبي واروح على ده كنترول في طبعا عامل الجهاز ده 1.2 برضه تمام. هنا بقى فيرجن 5 اللي بيشتغل، البرنامج اللي انا هسطبه هنا اللي هو بيشتغل بفيرجن 5 والبورت نمبر بتاعه ده 2055. هراقب انهي ما بتكتبش يو دي بي ما بتكتبش صح؟ لا انت هتكتب ليه يو دي بي؟ معروف هو لا هو البروتوكول ده اللي مبرمجه يشتغل يو دي بي، انت بس محتاج تحدده البورت نمبر اللي هيشتغل عليه. انترفيس اف 0 على 0، كده اي حاجه داخله او طالعه من اف 0 على 0 هيتبعت نسخه منها لمين؟ لواحد اثنين. نكتب بقى دول كده هنا على ار 2 تعالى بقى ايه؟ تعالى بنج مثلا من 3-1 على 1-1. انا لسه ما شغلتش الكوليكتور، الابلكيشن اللي هيشتغل. بنج على 192.168.1.1. انا فاكر احنا لعبنا في الانترفيس ده كتير، شغلناه واشتغل. مفترض بقى دلوقتي في نسخه اتبعتت من الترافيك اللي اتبعتت لمين؟ لواحد اتنين. حتى احنا لو شغلنا هنا الواير شارك هيبان لك ان في ترافيك جه، لو الدنيا شغاله صح يعني. بس انت ممكن تيجي على الراوتر تقول له وريني الحاجه اللي انت ايه كيشتها عندك، وانا قلت لك هي برضو بتتكيش بس طبعا بطريقه سيئه يعني، انما الابلكيشن بيعرضها لك بطريقه لذيذه. تعالى كده حتى نقول له ايه الكوماند اللي انا قلت لكم عليه اللي هو شو حاجه كاش كان هنا اهو. ايوه
شو اي بي كاش فلو، اقول له هنا شو، مش هنا بقى على ار2، شو اي بي كاش فلو، بيقول لك في ترافيك من نوع اي سي ام بي، بعته كم مره؟ مرتين، بنكت مرتين انا. عدد الباكيتس 9 و9، حجمها 100 و100، وتفاصيل اهي طبعا معروضة هنا بطريقة سيئة جدا يعني. تمام، فين الايبيهات؟ مش جايبها ليه؟ طبعا الابليكيشن بيعرضها احسن. تعالى بقى دلوقتي على الواير شارك، هراقب الانترفيس، وتعالى نبنج تاني. المفترض دلوقتي لا انا مش عامل فلتر، تلاقي الراوتر بيجهز. مش انا كتبت الكوماندات عليه؟ هو الراجل ده بيعرف يبنج على 192.168.1.2. انا عايز ده، لا 1.2، وانا كاتبه 2.1. بنج على 192.168.1.2، بيعرف يبنج. الكونفجريشن 1.2.2055F0/0. تعالى نروح نشوف كده. هو اشتغل عليه هو على الجهاز نفسه، بس هو ما جابلوش حاجه من الترافيك من ديستنيشن. لا انا عايز فلو اهو، اهو مش هو ده فيرجن 5 اهو. تعالى حتى نفتحه كده اهو، نت فلو، والمفترض بقى جواه معلومات على بورت 2055، ومال السورس بورت كده. المفترض السورس بورت السورس فوق والديستنيشن فوق. السورس ده المفترض يبقى زيرو، السورس ده المفترض يبقى زيرو. واضح ان الرساله دي كمان ما فيهاش المعلومات طب تعالى نجرب تاني، هابينج تاني بس من كلاينت 2. شوف هنا كده، طب انا هعمل حاجة احسن. انا هعمل ايه؟ انا هراقب اللينك دي. مش انت مسطب عندك الواير شارك؟ الله ينور. نبنج تاني بقى من 3.1. نشوف كده هنا البنج اشتغل. بص، في واحد عمال يبعت كل شويه جيت ويستنى ريسبونس، اللي هو انهي؟ فاكرين اللي احنا قلنا له كل 30 ثانيه اعرف حاله اسم الراوتر؟ اللي هو ده اللي هو ده عمال يبعت جيت 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 كل 30 ثانيه عشان يعرف اسم الراوتر ده ايه. ايوه ايه ده؟ ايوه فلو اهو من 8.1 ل 1.2 فيرجن 5. هو واضح ان فيرجن 5 بيطلع بسور سبورت، لكن فيرجن 9 هو اللي بزيرو. عشان انا لما بصيت عليه على الباكت تريسر، يعني هنا على الباكت تريسر لو جينا راقبنا هنا النت فلو اهو، جرب بقى بينج كده اهو، النت فلو اهو، افتحه هتلاقي السورس بورت بتاعه بزيرو، ده فيرجن 9، لكن واضح ان فيرجن 5 ما بيطلعش بزيرو. طب عايزين بقى ننزل هنا ابلكيشن يستقبل بقى الحاجات دي ويعرضها لنا بطريقه ايه؟ بطريقه شيك. زي ايه بقى كده؟
الابلكيشن اللي احنا قلنا عليه اللي هو اوريدي اللي هو اسمه سولار ويند ريل تايم نت فلو انالايزر، هتلاقيه ده برضو موجود في الماتيريال. تاني حاطط لك انا هنا نت فلو كولكتور ابلكيشن، في ده وفي ده وفي ده وفي ده، اتكلم انا لسه على ده اقول ده لازمته ايه. وفي ترافيك، انا حتى خليني اوريك سكرين شوتس هنا من ده، دي سكرين شوتس وانا شغال عليه. حددت له دي عشان بصوا ركزوا معايا، ده كده ده البرنامج بيعمل ده البرنامج. انا عملت ايه؟ تعمدت ان انا اقعد ابنج كتير، ومش بس كده فتحت كمان عملت تلنت على الراوتر عشان لما يجيب لي الريبورت بتاعي يقول لي ترافيك، بص في ترافيك ايه تي سي بي بورت نمبر 23 اهو، وفي ترافيك ايه اي سي ام بي، وجايب لك بياناته. قمت جاي عامل ده برضو تلنت، المفترض بقى ده بيطلع لك الايه الريبورت. تعالى نشوفه عملي سريعا. محمد كامش على ايه سيسكو اكاديمي نيجست انستول. فينش. ركزوا معايا بقى، بصوا كده من ضمن الفيتشرز الزياده في الابلكيشن ده، الابلكيشن ده ممكن يستقبل بس وشكرا على كده، لكن من ضمن الابلكيشن الاوبشنز الزياده اللي فيه ان انا ممكن اديله بيانات الراوتر، واعرفه كمان الكوميونتي بتاعت الاس ام بي اللي شغال عليه، بس تكون كوميونتي من نوع ايه، ريد اند رايت مثلا او ار او، عشان يعرف عشان يدخل على الراوتر ده يقدر يعرف من خلال اس ام بي هو الفتحه اللي انت عايز تراقبها ديت شغال عليها النت فلو ولا مش شغال عليها النت فلو، عن طريق اس ام بي. فزي ده زي انتجريشن كده ما بين النت فلو، يعني الابلكيشن اللي بيشتغل نت فلو كولكتور بيبقى فيه اعدادات اس ام بي. ده فيه ايه كمان؟ لو انا عايز اعمل اعدادات النت فلو هنا اعملها عن طريق اس ام بي. فعملوا ايه؟ يعمل لك مانجر مخصوص تفتحه تديله الكوميونتي بتاع ايه؟ بتاع الراوتر، تمام كده؟ وهو جاهز فيه جي يو اي بس اللي عمل اعدادات بس الايه؟ الحته بتاعت الايه؟ النت ايه؟ النت فلو، تمام؟ وبالتالي يبدا ان هو يكونفيجر، يعني انت ممكن تلاقي مانجر لحاجه معينه، ممكن واحد يخترع مانجر عشان وجي يو اي محترم بس الاجزاء معينه تتعدل جوه الام اي بي بتاعت الراوتر، مش لكل كبيره وصغيره بقى والا هيبقى حاجه تكلفته عاليه يعني. طيب تعالى كده نرجع تاني الابلكيشن، خلاص نقفل ديت. هقول له والله انا عايز اعمل بس اللي انا قلت عليه ده بتاع السولار وين ولا ده السولار اهو اللي انا فاتح سولار وين ده بيعمل انتجريشن على الاس ام بي. هنشوفه، بص هادي الاي بي، هقول له مثلا الاي بي 192.168. المفترض 8.1. بص عايز ايه بقى؟ لو فيرجن 3 اكتب له بيانات الفيرجن 3 اللي هي اليوزر وشغال بانهي ام دي 5 ولا شا، والانكريبشن ديس ولا اي اس، لو انت شغال فيرجن 3. لو شغال فيرجن 2 او فيرجن 1 حتى، هو بص مجهز لك ايه؟ 2 بابليك وبرايفت. انا بس مش فاكر احنا كنا عاملينها ايه، كنا عاملينها بابليك وبرايفت صح؟ طيب نديله بقى ايه سي مثلا البرايفت،
واقول له تيست كده باظت، يعني اكتشف ان البرايفت دي صح كانها هي دي الباسورد، واقول له اوكي يس. اكتشف ان ده R5، وعرف ايه كمان؟ عرف ان فيه ايه الانترفيسز اللي فيه. والمفترض، وهنا بقى الدنيا ساعات بتهيس في الحته ديت، هيس معايا كتير البرنامج ده، كنت بضطر ساعتها ان انا ارستر الراوتر ده، مش انا مشغل ده على ده اوريدي على اف 0 على 0 مشغل النت فلو، المفترض كان يظهر لي هنا يظهر لي النت فلو ان النت فلو شغال تمام، ما يجيبش البورتات التانية يعني، ما يجيبش البورتات التانية يعني يا صاحبي، ولا لا بيجيب لي هنا تحت فلو تايب ديت ان النت فلو شغال بياناته. يعني هو كده مش جايب، هو جايب لك الانترفيسز بس مش معرفك هنا، هو هنا كده شايف ان الثلاثه مش شغال عليهم النت فلو، فالمفترض انت بقى تبدا ايه تبدا تشغله. هو ده بيلسن على بورت كام؟ 2055. في ايه تاني؟ ستارت فلو كابتشر. بص بيقول لك اهو مش شايف، طب تعالى نشوف ده كده ستارت، مع ان انا مشغل على الانترفيس ده مشغل عليه النت فلو. دي بقى كانت بتحصل معايا على طول، كنت بقوم جاي انا خلاص ده، بقوم جاي انا عامل ايه بقى على الراوتر ده؟ بقوم جاي اعطيله واحده وير، اعطيله واحده وير، تطفيه. يعني بيهيس في الحته دي بطريقه رهيبه، وكان ساعات كمان برضو حتى بعد الريستارت ما يشتغلش معايا. تعالوا نشوف بس كده، انا عايز اتاكد ان انا بعد ما رسترت الاعدادات ما ضاعتش، عشان ساعات بتحصل تهيسه على الجي ان اس 3، راستر تلاقي كل الاعدادات بتاعتك خالص. ايوه وقف، الانترفيس هو احنا شغلنا عليه ال مش احنا شغلناه على R2 برضو، ولا احنا شغلناه على راوتر تاني؟ لا هو R2 تقريبا. انا هكتبهم من جديد. طيب ممكن كتبناها كلاينت. هو كده ايه المفترض ان هو المفترض ده بقى لما اقول له هنا على ده فين بقى؟ هو ده؟ اهو برضه. طب تعالوا بالمرة، وعشان كمان نشوف البرنامج التاني، في برنامج تاني هنا تكملة ليه اللي هو نت فلو كونفيجوريتور. ده ايه ده؟ زي اس ام بي مانجر صغنطط، مش هيعمل حاجة غير ان هو يكونفيجر على ريموتلي بجي يو اي الحتة بتاعت النت فلو.
يعني يخلي الراوتر يشتغل من فلوين اخش. ايوه بس بجي او اي بقى. بجي او اي بجي او اي عن طريق معتمد على ايه؟ على اس ان ام بي. بس هو السولار ويند اللي كده بس ولا اغلبهم كلهم بيعتمدوا على اس ام بي في ان هم يشغلوا نت فلوين؟ يعني ايه مش فاهم؟ يعني هل كل الابلكيشن؟ لا انت ممكن تشغله بكوماندات او ممكن تلاقي هنا الاس هو هم السولار ويند عامله طول مخصوص تشغله لك. بس لازم اكون مشغل برضه الاس ام بي ولي اعدادات متظبطه. اه اساسي. اه قصدي هل هم كلهم لازم الاعدادات الاس ام بي تكون متظبطه عشان يشتغلوا؟ ما فيش واحد مثلا اشتغل مع نفسه ان هم مين تصل مين يشتغل يعني فيندرز ثانيه او ابلكيشنز ثانيه مثلا للنت فلو ولا الايه؟ للنت فلو. النت فلو ايه علاقته بالاس ام بي؟ ما هو يعني دلوقتي انا عشان اشغله مثلا لازم ادخل كده الكوميونتي مين. اه ده عشان يعرف بيانات الراوتر واسمه وحالته ويقدر كمان يعرف هو شغال عليه النت فلو ولا لا. بس انا قصدي لو مش عامل الاعدادات بتاعت اس ام بي هل هقدر اساسا اشغل نت فلو؟ لا هو واضح صح زي ما انت بتقول ان التول دي معتمده للاس ام بي بشغال. ممكن تبقى تول ثانيه عادي اه تستقبل بس وخلاص وتعمل ريبورت وخلاص مش لازم يعني اس ام بي. بصوا بقى دي هقول له ايه بقى الاي بي اللي انا عايز اعمل له كونفيجريشن 192.168.8.1 الكوميونتي سترينج ايه برايفت طبعا لازم تبقى من نوع ار دبليو عشان يقدر يبعت الكونفيجريشن. لو انت شغال بفيرجن 3 تحط بيانات فيرجن 3 هنا نيكست جمع البيانات. بص هو حتى اكتشف ان اف 0 على 0 شايف صح صح شغال عليه وبيبعت لمين. انت ممكن تخليه يبعت نسخه من الترافيك لواحد تاني كمان. تمام خلينا حتى هنا عشان لو انا علمت صح هنا ايوه اقول له هنا ايه ابلاي. بص هو حتى ترجم الكلام ده لكوماندات هيبعتها. لا ما ترجمهاش لكوماندات هو بيقول لك هيعمل كذا. ان خلي بالك بالاس ام بي ما بيترجمش حاجه لكوماندات ده هو مش زي بقى السي سي بي مثلا بيترجم الكوماندات ويبعت. ده معتمد في على الاس ام بي اوبجكت اي دي معين بيعدل في قيمته بالظبط كده مش محتاج هنا يترجم لكوماندات. هو خلاص كده ست ده نظر بقى لو انا عايزه. بس هو المفترض ده دلوقتي اتعمل له كونفيجر. تعال بقى نرجع لده نبص على ويعني ان مفيش ريفرش هنا ظهرت اهي ظهرت اهي اخيرا نت فلو. ابدا بقى اجي على ده اقول له ايه ستارت فلو كابتشر. واضح ان هو لازم تعملها بالكونفيجريتور بتاعه. لا بس هي كانت بتشتغل معايا ايه مش باين انترفيسز عملناها مش او يعني اول مفترض يعني لو عملت ريفرش يشوفها يعني مفترض. انا بقول لك بيهيس كتير جدا في الحته ديت. انا ساعات من غير ما اعمل كونفيجريتور اعمل ريستارت بس للراوتر ويشتغل معايا زي الفل. جاب لك بقى هنا بيقول لك هنا لسه مفيش اي حاجه. تعال بقى ايه نجرب. انا هجرب مثلا من 1-1 ابنج على 3-1 وهتلنت على 3-1 كمان. ابنج على 192.168.3.1 تلنت 192.168.3.1 بيقول لي انت مش عامل باسورد. طب تعالى من 3-1 هتلنت على R2 هتلنت على 4200 تلنت على 192.168.4.200 ام كامل باسورد دخلت عليه. المفترض ده يعمل ريبورت. خدوا بالكم احنا البرنامج ده بنجيبه عشان نفهم الفكره.
طب في الواقع العملي بقى في ابلكيشنز تانية محترمه، انت بس مطلوب منك ان انت تشغل النت فلو على الايه، على الراوتر عندك. المانجر دايما ده بقى او السيرفر مش مسؤوليتك انت. نرجع تاني للايه، للاخ ده بيقول لك في ترافيك اي سي ام بي وتلنت، وواضح عشان انا مشغل الريب، في ابديتس ريب عماله تتبعت وتطلع وتدخل يو دي بي 500 وايه و20، وعامل لك بقى اكتر واحد استحوذ على الترافيك هو مين، اللي مليان اخضر ده، الاخضر ده كله اللي هو الاخضر ده اللي هو المفترض مين، اي سي ام بي صح اهو، لا اي سي ام بي سيبك من اللي تحت ده، الاخضر هنا ده اللي هو الاي سي ام بي. خش بقى في ابلكيشنز هنا يقول لك بص يا عم، هو ايه الروكسمون ده، اول مره اشوفه بصراحه، ما علينا. ادي اليو دي بي 520 اركس مون، تمام. التلنت جايب لك بياناته، اي سي ام بي مش جايب بقى هنا، بص الاي بيهات 1.1 ده بعت 1.2 و1.8 دول الناس اللي عدوا على الراوتر يعني. ده ايه ده بقى؟ هلا انا عن نفسي حاسس ان هو تعبان وراح في داهيه ومش مبين اي حاجه. انا ماليش دعوه، انا اهم حاجه عندي ان انا شغلت الايه، شغلت الراوترات عندي وشغلت عليها النت فلو. نرجع تاني كده للاجنده، شفنا الجي ان اس تي، شفنا ده، شفنا الكونفيجريشن والكونفيجريتور، وشفنا الكوماندات خلاص. شكرا ان وقف الفيديو ده على كده. اي سؤال؟ زهقتوا صح؟